لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. اما هذا اللي يجي يقول لك لا يسقطوا كاع ويروحوا كاع، كي تقول له يا ولدي اعطيني البديل كي يروحوا كاع، وشكون اللي راح يجي يقول له اه يقول لك روحوا الساعه وبعد سهل البديل يجي من الشارع. هذا منطق غوغائي، منطق لا يحقق شيء، هذا منطق نتاع ناس يخرجوا من اجل الخروج، يعاكسوا في التيار فقط وليس لهم اي هدف، ناس مخدرين بشعارات معينه ومشوا فيها للهاويه. انا معاك أن التغيير ضروري للجزائر، انا معاك، ولكن انا راني نقول لك يجب ان تكون هناك استراتيجيه. راه من غير وجود استراتيجيه، انا نقولها لكم، قلتها قبيل، قلتها لكم، قولوا لهؤلاء المعارضين انهم يتحداهم بنخبهم الكل يشكلوا لي حكومه في الخارج، يجتمعوا برك باش يشكلوا حكومه هاي اذا ما تعركوش في نهار. وانا اجزم لك راني نعرفهم مليح مليح، نعرف على الاقل 99% منهم اللي في الخارج معرفه شخصيه. يقول لهم سيدي والله اذا استطاعوا يشكلوا حكومه، حتى حكومه هكذا افتراضيه عبر الفيسبوك افتراضيه، نتحداه ونتحدى اي المعارض المخير في الجزائر يعلن حكومه فيها 20 وزير ويكون يليق بهم انهم يكونوا وزراء بمعنى الكلمه، يكونوا كانوا رجال دوله. ايش معناها مثقف فقط تكون مسؤول؟ الاداره فن، المسؤوليه فن، القياده فن، مش قدرة على الكلام وقدرة على التحليل. لذلك إخواني الكرام أقول بأنه أنا السلطة أيضا أمامها مسؤولية ضخمة. السلطة أيضا في هذه المرحلة أنا نشوف فيها هناك أخطاء كثيرة، أنها السلطة فيها أطراف داخل السلطة تقدم كأنها تريد أن تبقى دائما الجزائر تحت الضغط. لا، يجب أن تكون السلطة أيضا في المستوى الحقيقي، هناك كثير من الأخطاء ارتكبتها السلطة في هذه المرحلة. إذا كنا لا نبرر لصوت المعارضة أن يخطئ، فلن نبرر أيضا للسلطة أن تخطئ. هناك الكثير من الأخطاء أيضا. أنت الآن في مرحلة جائحة كورونا، هذه الكوارث اللي تحدث، وأنت الآن في هذه المرحلة العالم متعطل، الوثيقة الدستورية اللي أهم وثيقة في الدولة الجزائرية الآن شهرين، في رأيك الناس داخلين الدخول الاجتماعي، أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، يعني الجزائر الآن عنده وقت راح يناقش لك هالوثيقة الدستورية. أنا تمنيت أن تكون الطريقة هذه مش هذه، أنا تمنيت أنه الدستور يخلوه هو يديروا قانون انتخابي عبر مرسوم رئاسي يديروا رئيس الجمهورية، بعد ذلك يتم انتخاب برلمان، تكون انتخابات حقيقية نزيهة، تصل الكفاءات إلى البرلمان ومجلس الأمة والمجالس البلدية والمجالس. عندما يكون عندنا هكذا مؤسسات نظيفة على قاعدة صحيحة، هي التي تشكل لجنة برلمانية هي اللي تدير لها الدستور. الدستور راهي وثيقة لا تطرح لعامة الناس يا جماعة، أنت وثيقة تطرح أي، مستحيل يمكن أن يحدث إجماع على وثيقة. دير لي مادة واحدة وطرحها الجزائري. أثبتت شبكات التواصل الاجتماعي، أنا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ومناقشة الشأن العام نقول ما أعظم الشريعة الإسلامية عندما خلت أمور الدولة تناقشها النخب أهل الحل والعقد، لا يناقشها عامة الناس. هذه الأمور المصيرية للدولة، لذلك الدستور من الأمور المصيرية للدولة، ما يناقشوهش عوام الناس، تناقشوا نخب. هناك مثلا مواد معينة الدولة تلجأ إلى إدراجها ليس لحسابات إيديولوجية ولا كذا، لحسابات أخرى تتعلق بتقارير أمنية، ترى الدولة بأنه من أجل تفويت الفرصة على بعض المخططات خليني نفوتها في مادة في الدستور ونغلق علي هذا الباب. هذا ما تقدرش الدولة تجي تقول للجماهير، إذا قالت للجماهير تزيد دير فتنة. ولكن عندما تكون هناك نخبة برلمانية هي التي تصنع الدستور، وهذه النخبة ماذا تتكون؟ رئيس الجمهورية بعدما تكون هناك برلمان منتخب ويكون مجلس الأمة منتخب ومجالس بلدية منتخبة ومجالس ولائية منتخبة، يتم تشكيل لجنة دستورية تتكون من برلمانيين في البرلمان المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة ومن المجالس الولائية وأيضا من المجتمع المدني، ممثلي المجتمع المدني، تشكل لجنة تتكون من عدد معين من النخب معينة،
ويتم انتخاب رئيس من أجله، وهما اللي يعملوا الدستور، وهما اللي يناقشوا الدستور، وهما اللي يقدموا الدستور للجزائريين. أنا أعتقد بأن هذا حل مقنع، وبعد ما تم استقرار هؤلاء الناس المنتخبين هم اللي ينزلوا الولايات يحكوا للناس ويشرحوا للناس إيجابيات هذا الدستور، وبعد ذلك معليش إذا ما دمت أنا انتخبت على نائب في البرلمان وعندي نائب في البرلمان يمثلني، علاش نروح أنا نزيد ندير استفتاء؟ الأموال اللي راح نصرفها على الاستفتاء هذا نصرفها في حاجة أخرى. أنا قللت، ولكن ما دام سيدي ممكن رئيس الجمهورية يريد أن تكون عنده قوة، بعد ذلك تنزلوا إلى الجماهير يقولوا عليه نعم أو لا، كي تكون الأغلبية، أو أن هناك مواد معينة هي التي تنزل إلى الشعب الجزائري تستفتى فيها، مواد معينة مثلا عمل الجيش الخارج مثلا، هذه وإن كانت هذه راهي تتعلق بالجوانب السرية تاع الأمن الدولة، ما تطرحوا للجماهير وتشرح لهم مثلا قضايا الهوية، هي هل ندرج مثلا ما تسمى الأمازيغية أو البربرية أو التمازيغ في الدستور كعنصر من الهوية، هوية الدولة أو لغة وطنية، أو أنه عنصر من الهوية الثقافية أو شيء هذا من القبيل، نزلوها معليش. وإذا كانت أيضا إنزال هذه مثل هذه الملفات تفتح جبهة توصل إلى درجة العنصرية وتثير الكراهية بين الجماهير، أنت الشارع مات، ما تدخلوا في كل شيء، ما تدخلوا في كل شيء، كاين أساليب معينة. الدول ليس كل ما الدول أصل اللي تقول بأنها ديمقراطية 100% ما تنزل أي شيء للشارع وما تنزل أي شيء للشعب. هناك قضايا معينة يعالجها الشعب مباشرة في استفتاءات، هناك قضايا أخرى تعالجها النخب التي ينتخبها الشعب، وهناك أيضا قضايا قرارات تتعلق بالأمن القومي وتتعلق بقضايا كبرى تخص الدولة يقررها رئيس الجمهورية ولا يعود إليه الشعب. رئيس الجمهورية منتخب، خلاص الشعب انتخب رئيس الجمهورية، هو اللي يتخذ ما يراه مناسب، هو اللي عنده كل المعطيات، ماشي كل كبيرة وصغيرة الرئيس يجي لازم يخطب لنا فيها باش نقول له قول هكذا وقول هكذا، لا أبدا. هناك قضايا لا تقال في الإعلام، هناك قضايا تتعلق بالدبلوماسية، تتعلق بالعلاقات مع الدول، تتعلق بالأجهزة الأمنية، تتعلق بالأمن القومي، لا يقال في الإعلام ولا يقوله للناس ولا يشاور فيه الجماهير. هذه هناك أجهزة متخصصة في هذا الجانب، الرئيس يوقع عليها ويتخذها، مش هو تريدون من الرئيس كل حاجة يجي يحكيها لكم، هذه ما بقتش دولة. على كل حال إخواني الكرام، يعني هذا واش حبيت نقول لكم. نشكر الإخوة اللي تابعونا على الفيسبوك ونتابعوا على الفيسبوك، واللي تابعونا أيضا على البث المباشر في اليوتيوب. هذا يعني والله هذه أوجاع، والله ما جيت نحاضر عليكم ولا نشوف في روحي مرة أخرى نقول لكم أفضلكم ولا أوعى منكم. أنا عندي تجربة بسيطة في هذه الحياة، خضت مرحلة في العسكر وفي السياسة وفي الحقوق وفي هيئات أعرف الكثير، وهناك أشياء ما نستطيع نقولها نتحفظ عليها ولا نقولها، ليس كل ما يعرف يقال، كاين أشياء لو نقولها راح يكون ضررها أكثر من نفعها، سيأتي يوم نتحدث فيها وفي وقتها، ولكن أحب فقط أن يكون لدينا وعي ونكون مصير الدولة أولى، ما نخلوهش ملطشة لكل من هب ودب. الدول تنتخب رئيس، هل شفتم مثلا الرئيس الأمريكي في كل كبيرة وصغيرة يرجع للأمريكيين؟ يقرر يعاقب في دول ويرسل في جيوش وإلى الخارج فقط يشرح يدير بيان يقول هكذا، ولا الشعب الأمريكي وقفله يقول له سي محمد لازم كل يوم تحكي لنا، تدير لنا لايف تحكي لنا وش رايح تدير. خلونا من هذا العبث، خلونا من هذا، من الدول عندما تسير الدول لا راهي ماشي حارات شعبية ولا ماشي جمعيات خيرية تسير بهذه الطرق، الدول راهي دول فيها المعلن وفيها السري وفيها الأشياء التي لا يجب أن تقال للجماهير، وفيها الأشياء التي تقال للجماهير، والجماهير أيضا يجب أن تهتم بما يعنيها وليس تهتم بأسرار الدولة. انتظرك انتخبت رئيس سيدي، رانا جينا، أنا ما انتخبتش تبون والآخر انتخبوا، طلع على الانتخابات صار هو رئيس الجمهورية، انتهى الأمر، خلاص أوكل له، مثل ما هو يجي يقول راني رئيس لكل الجزائريين اللي انتخبوا عليا واللي ما انتخبوش، أيضا أنا خلاص فاز في الأمان، أنا نحب نحضر نفسي في انتخابات أخرى، وكل واحد يروح مارس حياته.
كاين ناس اهملوا في شغلهم، كاين ناس ما يأدوش في عملهم كما ينبغي. يا عزيزي اذا كان انت اهملت في شغلك واهملت وما تقوم بواجبك في شغلك، كيفاش راح تعول تكون عنصر صالح في البلد؟ نتمنى الخير لبلادنا. الوضع صعب يا جماعة، والوضع معقد جدا، والوضع الدولي والله العظيم سيأتي يوم ونزيد نحدث لكم شوية كيف الدول تتعامل مع مشاهد هذه الثورات والحراك وهذه الأشياء، كيف تتعامل مع، كيف تحب تستغله في إطار كسب ثروات وكسب مصالح أرح، ولا تهتم أصلا بما تريده الشعوب. الشعوب الواعية والدول الواعية والحكومات الواعية هي التي تهتم بمصالح بلدها وتهتم بمصالح شعبها وتهتم بحدودها وتهتم بأمنها القومي وتهتم باقتصادها، ودون ذلك يبقى دائما عبث في عبث، لن يقدم ولن يؤخر شيئا. هذه نصيحة من قلب محب للجزائر ومحب للجزائريين جميعا. نختلف بلا أدنى شك ولا نتفق في أمور بلا أدنى شك، والله أحترم كل واحد يختلف معي، لكن الذي أرجوه أن تختلف معي بتحذر وبرقي. إذا كنت تقول لي أنه أني أنا أشوف في عدو للحراك، معليش أنت جيت البارح بديت الحراك البارح هناك في الوقت اللي كنت أنا في الحبس، أنت ربما راك كنت صفق البوتفليقة، معليش يا سيدي، اليوم راك أنت هو الحراك وأنت هو المعارضة وأنا الموالاة، ماشي مشكلة. ولكن ألا تتعلم أن تعطي نموذج حي؟ أي ربما يا سيدي راني على خطأ، ربما فكرتي أنا على خطأ، المعطيات اللي عندي على خطأ، عندما تناقشني بتحذر ربما تصلح لي خطأي، وبذلك كسبت صوت معروف معروف ولديه حضور الإعلامي وكذا كذا، أفضل من أنك تكسب عدو. على الأقل في أبسط الأشياء الإنسان الواعي يفكر بهذا المنطق. آخر ما أقول، فيه واحد كتب لي أعطينا نبذة عن ماضيك. يا أخي ماضي ما ينفعك ولن يفيدك في شيء، إذا كان حاب تعرف جوجل أمامك، جوجل فيه الغث والسمين على كل حال، وانت حر صدق ما تريد وارمي ما تريد، لاني ما الان راني نحلل ونحكي في امور، خذ منها ما ينفع، تراه ينفع ولا ما تراهش، كاني ما قلت شيء وكانك ما استمعت لي اصلا. فانا لست هنا لاجبرك على الاخذ برايي ولا اجبرك على الا تاخذ برايي، فانت حر، كل واحد حر في ارائه. مش مترشح للانتخابات حتى يهمني انك توافقني او انك تسبورتيني، ولا انا اصلا اطرح في مشروع سياسي. انا جزائري قلب على الجزائر، وانا اعرف الكثيرين ممن يكيدون الان للجزائر، وارى الكثير من الغوغاء يتبعونهم. للاسف الشديد استطيع 10 من الغوغاء يدمروا حياه مليون حكيم. شكرا لكم اخواني الكرام، القاكم على خير باذن الله تعالى، تصبحون على خير ولكم كل الحب، سواء أعلنتم علينا الحب أو حتى أعلنتم علينا الحرب، فمصلحة البلد أهم من كل أحد. سلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.